السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى الكل يكون على أحسن ما يرام إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غندي لكم بسطيلة ديال الدجاج واللوز، طلبوها مني بعض الإخوة والأخوات. غندير لكم بطريقتي الخاصة وكنتمنى تعجبكم. اللي أول مرة غيزور القناة ديالي كنتمنى يضغط على زر الاشتراك والإعجاب ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. وبلا ما نطول لكم، دوزوا مباشره ان شاء الله المكونات. كنحتاج فيها، خديت انا واحد الدجاجه تقريبا واحد كيلو كيلو وربع على حسب الكميه اللي بغيتو. خديت هنا كيلو ديال البصله شلطتو، عندي معلقه كبيره عامره ديال المعدنوس، عندي معلقه ديال السمن، وفص واحد ديال الثومه. كاين اللي ما كيديرش الثومه، انا كنديرو دائما مع الدجاج. فص واحد صغير قطعت رقيق او لحكوه، معلقه صغيره ما عمرهاش ديال القزبر، ومعلقه صغيره ديال الفلفل الاسود الحار، بطبيعه الحال واحد كاس الا ربع ديال الزيت النباتيه. والتوابل كنحتاج فيها سكنجبير، القرفه، الكركم والملح، معلقه كبيره من الحاجه، الملح شويه لان السمن مالح، ما نكثرش ملحه، الا احتاجيتو راه تزيدو. المهم التوابل الاخرى معلقه كبيره ما عمرهاش. وهنا عندي اللوز درته في الماء سخون، طلعت لي واحد الغليه وغادي نقشروه. الطريقه ان شاء الله، كناخذ واحد الطنجره كندير فيها البصله والربيع، كندير كل شيء في خطره، يعني ما غنحتاج لا نقلي لا حتى شي حاجه. كندير الكميه ديال الدجاج اللي عندي، كندير واحد كاس الا ربع ديال الزيت باش كيبقى داك اللدام ديالها زوين. كندير السمن، ثومة والبزار والقزبور، طبعا الحال التوابل. كندير كما قلت لكم معلقه من الحاجه، معلقه كبيره، قرفه حتى هي معلقه كبيره، قرفه كندير حتى هي معلقه، الملح نديرو غير شويه تنشوفو البنه ديالها كي دايره، والكركم حتى هو معلقه كبيره. صافي، كنحط كلشي على البوطه وكنبدا نقلب شويه بشويه حتى كيطلق الماء، كنزيد لا ما لا حتى حاجه. البصله كتطلق الماء، الدجاج كيطلق الماء، يعني كطيف الماء ديالها. انا راه ما زدت لا ما لا والو، يعني الدجاج طاب في البصله ديال الماء ديالهم. مره كنبقى نقلبهم حتى كيطيبوا ليا، كنبقى نقلب فيهم مره نخليته كنحسوا ان الدجاج طاب، من بعد كنعزلو بوحدو. اللوز هو فسختو كما قلت لكم، خويت عليه الماء طيب وطلعت ليه غليه وحده صافي، وحيدته وفسختو خليته كينشف. من بعد غادي نقليه في الزيت بارده، يعني ملي غندير الزيت غندير فوق منها اللوز وغادي نشعل عليها نخليها تقلى على خاطرها، لان ملي كنديرو في الزيت سخون دغيا كيتحمر من الداخل ومن برا، ومن الداخل كيبقى ما داخلوش طياب. ديروه في الزيت بارده صافي، كتخليوه يتحمر على خاطر، ملي كيبدا ياخذ اللون ديالو كنحيدوه. قوم اللوز في الزيت بارده، يعني حي خويت الزيت درت فوق منها اللوز صافي، غنطلع ليها نخليها تطلع ليها الغليه. وهنا الدجاج ديالنا ها هو، غادي نهزو بطاطا نهزوه، هنا راه حولت لاصوص فواحد المقله صغيره، كاسرونه صغيره عفوا، كنزيد عليها شويه ديال القرفه تقريبا واحد معلقه صغيره ضروري، وشويه ديال السمن، كنزيد واحد شويه ديال السمن واخا درتو في الاول كنزيدو صافي. وكناخذ واحد ربعه ديال البيضات على حسب الكميه اللي عندي ديال كيلو ديال الدجاج وكيلو ديال البصله. خديت ربعه ديال البيضات، الا كانوا كبار، الا كانوا صغار ناخذ خمسه. كنبدا نحط بالوحده، كنبدا ميلونجي مزيان باش ما كيتجمعش ليكم البيض. الا كان فوي افضل، دابا اللي خايف انه يتجمع ليه البيض
ديال الكوي راه ما كيتجمعش نهائيا. نزيد بالوحده بالوحده، حنا تلاحوا ليا جوج ماشي مشكل. عارفين البصله ديالي كنحس بها انها بدات كتنقص من الماء، كنزيد عليها البيض وكنخليها تعقد على خاطرها. صافي كنكمل البيض ديالي، كنبدا نحرك مزيان باش ما نخليهاش تحرق ليا. مره مره كنقلب حتى كيتوقف ليا التغميره ديالي حتى كتولي عاقده. بالنسبه للوز ديالي ها هو بدا كياخذ اللون ديالو، غنزيد واحد دقيق ماشي دقيقه يعني نصف دقيقه ونحيدو من الزيت ونخليه يبرد وينشف. الدجاج ديالي ها هو حطيته بوحدو هنا، نخليه حتى يبرد ونقيه مزيان من العظومه من اي جلده من اي حاجه ما كتكاش، غادي نقيه مزيان ونتلاقاو ان شاء الله. هنا اللوز ها هو طحنته، كميه ديال اللوز اللي عندي طحنتها، كنزيد عليها واحد المعلقه ديال القرفه تقريبا معلقه كبيره ما عامراش، قريصه الملح اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، شويه الملح، سكر كلاصي على حسب الذوق، انا غندير هنا واحد جوج معالق ومن بعد نذوق ونشوف. سكر كلاصي غادي نجمعها بماء الزهر، غنعجنو مزيان حتى يبدا كيتعلق ليا. كنخدمو حتى كيخرج حتى الزيت ديالو كيخرج. صافي هنا تقريبا درت واحد 3 المعالق يعني ربع كاس ديال ماء الزهر، نزيد واحد شويه هنا مزيان اللوز يتعلق باش ملي كتقطع البسطيله ما كيبقاش يتفرتس من الجناب. صافي انا عجنتو خصو يكون على هذا الشكل يعني كيتجمع. المهم ها هو اللوز ديالنا واجد، البصله والبيض كيبقاو على هذا الشكل يعني كيوقفوا ما كيبقاوش مرخيين، كتحسي بها انها واقفه. الدجاج ها هو تا هو فرتتو، الورقه اللي كنستعمل هي هذه، كتجي زوينه في البسطيلات كاملين. بقاو معنا ندوزو الطريقه كيفاش غادي نجمعها. كناخذ واحد الزلافه كندهنها شويه بالزيت، كناخذ هاد الوريقه، الوريقه راه شويه حساسه المهم ما تخافوش منها واخا تقطع ماشي مشكل. كنبسها الزلافه ضروري دهنوها، الاخرى ضروري تغطى هذيك اللي كتخدموا بها خاصها تغطى لان هي كتكرم. اول حاجه كنديروا بصله، كميه ديال البصله في التحت ثاني حاجه الدجاج، هادو بسيط لا صغار اللي بغى يديرهم كبار نفس الطريقه. حاجه اللوز صافي كنبدا ندهن ونجمعها ماشي مشكله تشي نتفاد، مازال غادي تسد لينا هاد الورقه رقيقه هادي يعني واخا دير منها بزاف. ناخذ ورقات اخرين،
كناخذ الطبسيل كندهنو كندير فيه الورقه كندهنها ضروري ندهنوها مزيان. كنجيب هذه اللي درت كنقلب على هذا الوجه ضروري ندهن. كناخذ اصفر بيضه هو اللي كنجمع به لانه كيلصق مزيان، ما ديروش الدقيق والماء بالنسبه للبصيطلات الصغار. الزوائد كنحيدهم صافي. الورقه مع العافيه راه كتقادها بهذا الشكل. نعاودو الشكل الثاني الثانيه كنسرح الورقه ديالي في العاده كندهنها مزيان. كندير طبقة ديال البصلة البصلة هي الأولى كنتبعها الدجاج ديما الدجاج كيكون في الوسط. واللوز ملي كنقلبوها راه كيولي اللوز هو الطبقه الفوقانيه، ملي كنقلبوها للجهه الاخرى كيولي في الطبقه الفوقانيه. صافي كنحاول ندهن الورقه ديالي مزيان نجمعها يعني بنفس الطريقه. هاد الورقه ديال الفيلو افضل من الورقه العاديه كتعطي واحد القرمشه زوينه. تكثروا منها لانها هي دغيا كتذوب ما كت كتبقاش بزاف ما كت زعما ما كتبقاش غليظه من الوسط. صافي كندهن مزيان نقلب هاد الجهه هنا نحاول نورك عليها باش تاخذ الشكل ديالها. صافي كنبدا نجمع بالبيض، البيض هو اللي كيلصق. بقاو معايا تنكمل الاشكال كامله اللي عندي. انا كملتهم، كملت الصغار درت هنا وحده كبيره شويه. المهم غادي ندخلهم ديجا الفران درته كيسخن، غادي نشعلها من التحت حتى كتحمر من التحت، عاد كنشعلها من الفوق تحمر ونقص العافيه يعني طيب على خاطرها. تلاقاو ان شاء الله ملي نكملوها. اذا اخواتي هذا هو الشكل النهائي ديال البسيطيلات ديالنا، كيجيو روعه وبنان وكنتمنى تجربوهم. تخلوا لي الاراء ديالكم في لي كومونتير. هنا درت وحده كما قلت لكم كبيره، راه دهنتها بشويه ديال العسل وزينتها بشويه اللوز والقرفه، والصغار اكتفيت بسكر كلاصي والقرفه. كنتمنى هذه الحلقه تعجبكم ونتلاقاو ان شاء الله في وصفات جديده باذن الله.